لو الحكاية فيها إن فيتو. اسم محمد كرم، تلف سجالة. طبعا انت بتسألين على الأسعار، الأسعار زادت بنسبة 150% وفعلا 30%. طبعا بسبب الدولار بس 18. نسبة الإقبال ما بقتش زي الأول بسبب غلو الأسعار. طبعا اللي كان نازل يجيب بقى حاجة يعني مثلا يجيب 5 بواكي، دلوقتي ممكن يجيب بكوين وأرض الغرض. الناس هتشتري غصب عنها، يعملوا ايه طيب؟ اللي رايح عياله رايحة مدارس غصب عنه هيجي هيعمل ايه؟ انا اسمي حسن، المكتبه بقى لها 8 سنين. اسعار يعني زادت الدعم، سلبتها مقارنه بالسنه دي. سلبتت الحاجات يعني كان في صعوبه، الكل كان حلو، لكن دلوقتي كل حاجه مختلفه خالص. كانت غاليه يعني 35 جنيه كانت تكون 100 تب يعني فاتت 35 جنيه مقارنه طبعا باسعار ثانيه في حاجات اقل. سنة اجي هنا عشان اوفر شويه بس من الاسعار، هنا ارخص شويه من بره، مش بوفر هنا جنيه ولا اتنين هيفرقوا، انما الاسعار لا اغلى كل سنه طبعا. يعني دلوقتي هنخش في 600 700 جنيه نجيب بس الحاجات اللي هي الترم الاولاني. هجرب القلم ده؟ كأننا ما جيناش. ادع الكلام. هو بس الكتب بتاعت المدرسة دي انت بتجيبها عشان مقرر عليك وترميها. المدرسين بعد كده بقى كل واحد ليه كتاب بتجيبه من بره. يعني مفيش عندنا تعليم مجاني، ده اللي بيقولك كده بيضحك عليك.